وإلى حضرموت، حيث أشادت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت في اجتماعها يوم الأربعاء برئاسة المحافظ رئيس اللجنة مبخوت مبارك بن ماضي بعملية الاستقرار الأمني الذي تعيشه مدن ومديريات محافظة حضرموت. وناقشت اللجنة في اجتماعها بحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن طيار فائز التميمي ومدير عام أمن ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي عددا من القضايا والخطط الأمنية المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، مؤكدة على أهمية تنشيط التوجيه المعنوي بمختلف الألوية والوحدات العسكرية والأمنية. وحث محافظ حضرموت الأجهزة العسكرية والأمنية على المزيد من اليقظة والتحلي بالأخلاق والمعاملة الحسنة مع المواطنين. وكشف محافظ حضرموت عن زيارة مرتقبة للرئيس العليمي ورئيس مجلس الوزراء إلى محافظة حضرموت. وقال بن ماضي إن ملف الخدمات الذي يؤرق السلطة المحلية في المحافظة سيتم طرحه على الرئيس العليمي ومجلس الوزراء خلال زيارتهما المرتقبة للمحافظة.